بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين، اللهم آمين. حياكم الله طلاب الصف الرابع من مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونستكمل معكم درسا جديدا ودرسا مستكملا من دروس واجبات الصلاة ومبطلاتها. فقد أخذنا في الدرسين الماضيين الحديث عن أركان الصلاة وشيء من شروط صحة الصلاة، ثم دخلنا بذلك إلى واجبات الصلاة وما يترتب على بطلان الصلاة. فهناك أشياء إذا قمنا بفعلها تبطل الصلاة، كالشرب والأكل والضحك والكلام والحركة الكثيرة، فتبطل صلاتنا إن فعلنا ذلك. وهناك أشياء إن تركناها تبطل صلاتنا، مثل ترك استقبال القبلة أو ترك الطهارة والوضوء وإلى غيرها من ترك الأركان، ترك السجود أو الركوع مثلا، فهذه الأمور تبطل صلاتنا. فعلينا يا أحباب أن تكون صلاتنا صحيحة منضبطة، كما قال حبيبنا المصطفى صلوا عليه صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن نبدأ وإياكم يا أحبابنا بدرسنا، وإلى تقويم جديد إن شاء الله تعالى. التقويم، نفتح جميعا يا شباب إلى صفحة 116. هيا يا شباب قوموا بجلب الكتاب ولنفتح صفحة 116. أذكر واجبين من واجبات الصلاة، هذا هو السؤال الأول، أذكر واجبين من واجبات الصلاة. السؤال الثاني، أذكر مبطلين تبطل الصلاة بفعلهما مش بتركهما، إذا فعلتهم تبطل صلاتك. السؤال الثالث، أذكر مبطلين تبطل الصلاة بتركهما. قوموا بحل الإجابات، وأنا أعلم أنكم تعرفون الإجابات جيدا. تكبيرات الانتقال بين الركعات، التشهد الأول والجلوس له، قلنا التشهد الأول واجب، التشهد الأخير ركن في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. التشهد الأول واجب، إذا تركته عمدا تبطل صلاتك، إذا تركته سهوا تسجد للسهو. أما التشهد الأخير فهو ركن، إذا لم تقم به يجب أن تعيد صلاتك مرة أخرى. السؤال الثاني، اذكر مبطلين تبطل الصلاة بفعلهما، الحركة الكثيرة عمدا كما قلنا في الدرس الماضي، الكلام عمدا تتكلم. اذكر مبطلين تبطل الصلاة بتركهما، ترك شرط من شروط صحة الصلاة أو ترك ركن من أركان الصلاة. سأترككم، أوقفوا الشاشة حتى تكتبون. السؤال الرابع، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل، من بين البدائل. تحرك ماجد أثناء الصلاة حركات كثيرة بدون سبب، فصلاته في هذه الحالة، صلاته هل هي صحيحة؟ هل هي باطلة وعليه الإعادة؟ هل هي صحيحة ويسجد للسهو؟ أم هي صحيحة ولكنها ناقصة الأجر؟ لا، باطلة، باطلة وعليه الإعادة. إذن الصلاة في هذه الحالة باطلة وعليه الإعادة، لأنه تحرك حركات كثيرة. ثانيا، اثنان، نسي خالد الجلوس للتشهد الأول في صلاة المغرب. التشهد الأول نسيه خالد، مش عمدا، نسيه. طيب، فصلاته في هذه الحالة باطلة وعليه الإعادة، أم صحيحة وليس عليه شيء، أم صحيحة ويسجد للسهو، أم صحيحة ويصلي ركعة إضافية؟ بكل تأكيد صحيحة، بكل تأكيد صحيحة ويسجد للسهو، لأنه نسيه ولم يكن متعمدا. طيب يا شباب، ثلاثة، نسي حمد التشهد الأول في صلاة الظهر، حكم صلاته؟
نسي التشهد الأول في صلاة الظهر. الماضية كانت ماذا؟ التشهد الأول في صلاة المغرب. هل هناك فرق؟ نسي حمد التشهد الأول في صلاة الظهر، فحكم صلاته باطلة ويجب عليه إعادتها، صحيحة ولا يجب عليه شيء، صحيحة ويجب عليه سجود السهو، أم يعود إلى التشهد الأول ويكمل ما بعده؟ لا، صحيحة وعليه سجود السهو. نكمل يا شباب. خامسا، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. ترك التشهد الأول عمدا لا يبطل الصلاة. عمدا لا طبعا يبطل الصلاة، هذه العبارة إذن خاطئة. طيب، التبسم أثناء الصلاة يؤدي إلى بطلانها. إنسان يتبسم أثناء الصلاة، طبعا لم يضحك، لم يخرج له صوت، أكيد هذه صلاته صحيحة، لكن يفضل أن يكون إنسان له علاقة مع الله تعالى كبيرة في الصلاة واتصاله عالي، فليس عليه ماذا يا شباب؟ أن يبتسم. لكن إذا فعل هكذا صلاته صحيحة، إلا أن يخرج صوت منه أو ضحك مثلا. طيب، وهذا معاذ الله أن يتم ذلك في عند المسلمين، يضحكون في الصلاة، مستحيل. لكن إن حصل ذلك، ماذا عليه؟ أن يعيد الصلاة. التبسم أثناء الصلاة يؤدي إلى بطلانها، لا يؤدي إلى بطلانها. طيب، نسي محمد قول ربي اغفر لي بين السجدتين فسجد للسهو ليجبر صلاته. نسي محمد قول ربي اغفر لي، نسي، فسجد للسهو ليجبر صلاته، صحيح، لأنه نسي واجبا. سادسا، قدم نصيحة لكل شخص في المواقف الآتية. الآن سنقدم نصيحة لهؤلاء الشباب سوية، نحلها مع بعض. صلى عبد الرحمن العصر بثوب غير طاهر، ماذا نقول؟ ننصحه بأن ينظف ثوبه ثم يتوضأ للصلاة. صلى أحمد الفجر دون أن يتوضأ، لا تصح صلاته، وننصحه بأن يتوضأ ثم يصلي. ضحك حمد بصوت عال أثناء الصلاة، صلاته باطلة وعليه الإعادة. لماذا يا شباب؟ لأنه أخل بأمر أساسي في الصلاة، يجب أن تكون متصلا بالله تعالى. ومن الأمور المبطلات بالصلاة هي أن تقوم بالضحك. أكمل عبد الله قطعة الحلوى التي في فمه بعد تكبيرة الإحرام، يعني هو يأكل طيب وجه صلى وهو الأكل في فمه. أول شيء لازم يكون فمك نظيفا، لا يوجد فيه شوائب حتى لا يدخل منه أثناء الصلاة يدخل شيء إلى معدتك فتبطل صلاتك. يجب أن يكون فمك نظيفا، تقوم بالمضمضة لفمك إذا كنت متوضئا، تقوم بالمضمضة فقط لفمك حتى لا يبقى شيء عالق في فمك. طيب، إذن ننصحه بأن يمضمض فمه ثم يصلي. فلا يجوز يا شباب أن يصلي الإنسان ويأكل شيء أثناء الصلاة. هكذا انتهى التقويم الخاص بهذا الدرس، درس جميل، درس مفيد، درس ماتع، لأنه يتحدث عن شيء أساسي في حياتنا، ألا وهي الصلاة. الصلاة يا أحباب عمود الدين، فعلينا أن نحرص عليها ونحرص على أدائها. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا كثيرا في كتابه أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، بمعنى أن تؤدوا الصلاة على أحسن وجه وعلى أكمل وجه، وأنتم تصلون وأقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد. فلا تنسوني من دعائكم، ولا تنسوا آباءكم وأمهاتكم من أدعياتكم الطيبة، وأحبابكم جميعا لذلك نقول لكم لا تنسونا من الدعاء.
وها قد انتهت حصتنا لهذا اليوم، نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.